ومن العاصمة الروسية موسكو ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز زميل حسين مشيك. حسين، يعني بعد التحية وقبل أن نتحدث بالتأكيد كما تتحدث كل الوسائل الإعلامية عن فكرة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان وما إلى ذلك، روسيا قدمت فيما يمكن أن يوصف بأنه أخطر تقييم لعملياتها العسكرية ووصفته بأنه مأساة وتتحدث عن خسائرها سواء العسكرية أو الاقتصادية. هل هذا يعني يصف الحالة التي قد تؤول لها العملية العسكرية، أم أنه استعداد لعملية عسكرية أخرى؟ وكنا نتحدث عن التخطيط والانتظار لعملية عسكرية أخرى موسعة في إقليم دونباس. نعم محمود، مساء الخير لك ولأحمد. دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل. نعم تفضل. وصول قوات إضافية روسية إلى منطقة الدونباس منذ قليل، هذا ما أشارته بعض وسائل الإعلام الروسية في لقطات فيديو عن وصول قوات إضافية روسية إلى منطقة الدونباس. وعودة إلى سؤالك، الجانب الروسي للمرة الثالثة اليوم على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يعلن عن الضحايا الروس في المعارك العسكرية الدائرة في المدن الأوكرانية. بيسكوف لم يحدد العدد للضحايا، بل ذكر بأن هناك عدد كبير من الضحايا لدى القوات الروسية في هذه المعارك. بطبيعة الحال هي معركة عسكرية وسوف يكون هناك ضحايا من قبل الطرفين، من الطرف الروسي والأوكراني بطبيعة الحال، لكن من الطرف الأوكراني النسبة عالية جدا مقارنة مع نسبة الضحايا لدى القوات الروسية. اليوم أيضا بيسكوف علق على العملية العسكرية في أوكرانيا، أكد بأن هذه العملية من الممكن أن تنتهي في الأيام القليلة القادمة، إما عبر تحقيق أهدافها الموضوعة بالطرق العسكرية أو التوصل لاتفاق عبر المفاوضات، معتبرا أن الحل الدبلوماسي يعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الطرف. حسين معلش، الجزء الذي أشار إليه محمود في مستهل سؤاله يبدو مفصليا تماما في هذا التوقيت، في توقيت العملية العسكرية التي يبدو كما تقول العد التنازلي لنهايتها قد بدأ بالفعل. لماذا في هذا التوقيت يشار إلى أن العدد كبير وأن هذه مأساة بالنسبة لنا؟ لماذا من خلال مسؤول رفيع وهو الناطق باسم الكرملين؟ وربما لماذا حتى في وسيلة إعلام غربية كانت وسيلة إعلام بريطانية، لماذا ما كان يرد عليه روسيا بأنه جزء من الدعاية والآلة الإعلامية العسكرية التي تشن لمحاولة تثبيط همم الروس وتقليل ثقتهم في قواتهم المسلحة؟ الآن يقال كلام تقريبا مشابه للرواية الأوكرانية. نعم، هنا المراقبين يؤكدوا بأن هذا دليل على المصداقية التي تحكم في روسيا، على مصداقية كافة البيانات العسكرية التي تعلن عنها وزارة الدفاع الروسية. بطبيعة الحال بيسكوف هو ليس الجهة المخولة بإعلان أعداد الضحايا الروس أو بإعلان الأهداف التي تحققها القوات الروسية، إنما وزارة الدفاع الروسية وفي بياناتها الرسمية كل يوم هي الجهة المخولة بإعلان هذه المعلومات. نعم هناك كلام مستجد اليوم لدى الشارع الروسي، هناك كلام حول فقط اكتفاء القوات الروسية بالسيطرة على منطقة دونباس وانهاء العملية العسكرية. هذا ليس كلام من الجهات الرسمية الروسية، إنما كلام على لسان المراقبين لهذه العملية العسكرية، يؤكد بأن القوات الروسية بعد سيطرتها على منطقة الدونباس تكون قد حققت معظم أهدافها، أهداف العملية العسكرية. يبقى بعض الأهداف حول اشتداد النازية، هذا الأمر ممكن تحقيقه عبر المفاوضات بعد سيطرة القوات على منطقة دونباس. أما حول الأهداف الأخرى كنزع السلاح ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو، هذه الأمور تم تحقيقها. الآن القوات أو المنشآت العسكرية الأوكرانية شبه مدمرة بنسبة عالية، أيضا القوات الجوية الأوكرانية وأنظمة الدفاع الجوية هي خارج الخدمة، أصبحت بشكل كامل، والقوات البحرية الأوكرانية أيضا هي أصبحت خالية خارج الخدمة الفعلية وتم تعطيلها بنسبة كبيرة. لو لاحظنا أحمد في بياناتها لوزارة الدفاع، هي تعلن كل يوم عن استهداف مراكز ومستودعات الصواريخ والوقود وللتشحيم والمعدات العسكرية
هذا ما يؤكد بأن القوات الروسية تريد استهداف المنشآت العسكرية الأوكرانية، هي لا تريد استهداف المنشآت المدنية ولا تريد احتلال المدن الأوكرانية بعكس ما تنقله وسائل الإعلام الأجنبية. طيب حسين، يعني لو 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 أردنا أن نبني على هذه الرواية وهي الرواية الرسمية، هل تبدو رواية المنطقية؟ هل بهذا تكون العملية العسكرية الروسية قد بلغت مراميها وما تستهدفه؟ إذا كانت تريد استهداف البنية العسكرية وقد دمرت القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي، ما بالها تغادر أغلب المناطق التي ظلت تحاصرها أو تحاول حصارها لمدة أسابيع وتعود أدراجها إما إلى الأراضي البيلاروسية أو إلى عمق الأراضي الروسية؟ أخفقت القوات الروسية في أن تحكم قبضتها على مدن عدة، ثم أتت اللقطات والصور الجوية التي تبثها وزارة الدفاع الأوكرانية لتترك مدنا وبلدات قاعا صفصفا بعدما دمرت تقريبا بكاملها. كيف يمكن فهم أن روسيا حققت أهدافها من الحملة العسكرية أو من عملياتها العسكرية في ضوء هذه المعطيات؟ نعم أحمد، دعني أشير بأن قبل العملية العسكرية هناك كان عمل كبير للاستخبارات الخارجية الروسية بتحديد المواقع الأوكرانية، المواقع العسكرية والمنشآت التي سوف يتم تدميرها وعدد هذه المنشآت وعدد الأسلحة التي تم تزويد القوات الأوكرانية بها من الخارج ومن دول الناتو. كل هذه الأمور القيادة العسكرية الروسية كانت على علم بها. أعتقد هنا وحسب الخبراء طبعا بأن القوات الروسية تسيطر على بعض المناطق وتحاصر المناطق لعدة أسابيع ومن ثم تخرج من هذه المناطق وتعود أدراجها. هذا يؤكد بأن القوات الروسية لا تريد احتلال المدن الأوكرانية، هي فقط تريد تحقيق الأهداف التي وضعت من قبل الرئيس بوتين. بعد تحقيق الأهداف ماذا ستفعل القوات الروسية داخل المدن ولماذا ستسيطر القوات الروسية على المدن؟ القوات الروسية ستحكم القبضة على منطقة دونباس وستحرر منطقة دونباس من القوميين الأوكرانيين، لأن معظم سكان منطقة دونباس هم من أصل روسي وعدد كبير منهم يحمل الجنسية الروسية. روسيا كانت تعمل على حل مشكلة سكان منطقة دونباس منذ العام 2014 وكانت تطالب. ألم يكن من الأوقع إذا كانت هذه هي المعطيات التي ساقتها الاستخبارات الخارجية والسيد سيرجي ناريشكن أن تكتفي روسيا بعملية عسكرية أقل في الحجم، أقل في العتاد، أقل في المدى الزمني المستغرق، وتكون مشابهة لما جرى في 2014، ضمت أو استعادت كما تقول روسيا شبه جزيرة القرم، أن تحصر العملية العسكرية في الدنباس؟ من غير الممكن للقوات الروسية أن تسيطر على منطقة الدنباس أو أن تحقق أهدافها في مدة زمنية قليلة أو في عملية عسكرية خاطفة كما جرت في العام 2014. القوات الأوكرانية تدربت طيلة فترة 8 سنوات على يد القوات البريطانية والأمريكية، أيضا تم تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة وبأسلحة ثقيلة، ولغاية الآن لا زالت الدول الغربية تزود أوكرانيا بالأسلحة، وواشنطن لغاية الآن تطالب أوكرانيا بمد المعركة العسكرية وعدم تقديم التنازلات وعدم إجراء المفاوضات مع الوفد الروسي من أجل استنزاف الجيش الروسي في الحرب في المعركة العسكرية وحصار روسيا بالعقوبات الاقتصادية. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تطالب أوكرانيا بإطالة المعركة العسكرية حتى آخر أوكراني. هذا الكلام هو ليس من الجانب الروسي، إنما الأوكرانيين هم بذاتهم يؤكدون هذا الشيء. من غير الطبيعي أن تسيطر روسيا أو أن تحقق أهدافها في مدة زمنية قليلة في 48 ساعة أو في أسبوع. الجانب الروسي منذ بداية العملية العسكرية لم يضع مدة زمنية محددة أمام العملية، هو فقط أطلق عليها اسم عملية عسكرية خاصة. الرئيس بوتين وفي اليوم 24 من فبراير أعلن عن عملية عسكرية خاصة لدى هذه العملية أهداف محددة. بعد تحقيق هذه الأهداف سوف تتوقف العملية العسكرية فورا وسوف يتم توقيف إطلاق النار. أنا أريد أؤكد أن هذا الكلام حول سيطرة اكتفاء القوات الروسية بالسيطرة على منطقة الدنباس ووقف العملية العسكرية، هذا ليس كلام من الجانب الرسمي الروسي، إنما كلام من بعض المحللين والمراقبين لهذه العملية العسكرية. طيب حسين، نتجه الآن للعقوبات المستمرة على الجانب الروسي، وهنا أيضا الحديث يمكن أن يرتبط به
أهداف العملية العسكرية، وهو تحقيق كل هذه الأهداف التي نذكرها على مدار الأربعين يوما أو أكثر من ذلك. نتحدث عن عدد كبير من الأهداف، ومنها بالتأكيد أيضا استعادة منطقة الدونباس والتخلص من النازيين وما إلى ذلك كما تشير روسيا. الآن حتى الآن لا وجود لتفاوض حقيقي، لا وجود للجلوس على طاولة والحصول على المكتسبات التي تحتاجها روسيا من هذه العملية العسكرية، ولكن تزداد العقوبات، وآخرها كانت العقوبات من عزلها من مجلس حقوق الإنسان وما إلى ذلك. والحديث اليوم الرسمي عن أن روسيا ستتخذ خطوات قانونية، ليس الحديث الآن عن التجديد العسكري، ليس الحديث أيضا عن السيطرة على مدن أخرى وما إلى ذلك أو الدفاع، لكنها تتحدث عن خطوات قانونية. ما الذي يمكن أن تتخذه روسيا، أو ماذا يقول الجانب الروسي الآن في ظل هذه الخطوة من العقوبات؟ نعم محمود، بالنسبة للمفاوضات الجانب الأوكراني أبدى استعداده وموافقته على معظم الأهداف الروسية، فقط حول مسألة إقليم دونيتسك ولوغانسك واعتراف باستقلالية هذين الإقليمين، وأيضا بشبه جزيرة القرم على أنها أراضي روسية. هذين الأمرين ما زال الجانب الأوكراني يطالب بمناقشتهما أثناء أو في لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي يرفض هذا الشيء، يريد اعتراف وموافقة الجانب الأوكراني على شبه جزيرة القرم على أنها أراضي روسية، وأيضا بإقليمي دونيتسك ولوغانسك قبل لقائه بالرئيس بوتين. أما باقي الأهداف الروسية هي باتت شبه محققة، وأيضا الجانب الأوكراني بات أقرب إلى الواقع بات أكثر مصطنع بهذه الأهداف. وهو أيضا وكلام زيلينسكي أكد بأن أوكرانيا وأيضا دول حلف الناتو لا تبدي استعدادها لضم أوكرانيا إلى الحلف، هذا من أهم الأهداف التي أعلنت لأجلها العملية العسكرية. وأيضا حول منطقة الدونباس، الأوكرانيين الآن باتوا أقرب إلى الواقع وباتوا يعلمون جيدا بأن العمليات العسكرية سوف تحرر منطقة الدونباس من القوميين الأوكرانيين. أما وحول ما هي الوسائل التي من الممكن أن تواجه فيها روسيا قرار تعليق عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم ديمتري بيسكوف أسف لهذا القرار وأكد استمرار روسيا الدفاع عن مصالحها بكافة الوسائل المشروعة، أي الوسائل القانونية. روسيا تتجه لرفع دعاوى في كافة المحاكم الدولية على الجهات التي صوتت لتعليق عضوية روسيا في هذا المجلس، في مجلس حقوق الإنسان. وأيضا روسيا سوف تقوم بإكشاف المستندات والدلائل التي تؤكد على جرائم الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من البلدان، من هذه البلدان العراق وسوريا وأفغانستان، للكشف ولكشف صورة وحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية أمام الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية. أيضا هناك احتمال عن دراسة تجريها الدوائر الرسمية في روسيا حول إمكانية استئناف هذا القرار بعد تقديم الدعاوى لدى المحاكم الدولية. هذه هي القرارات التي تترشح هنا أو المعلومات المرشحة لدى الوسائل الإعلام الروسية. أما من الجانب الرسمي الروسي فقد أكدوا بأن روسيا سترد بالوسائل المشروعة. أما عن ما هي الوسائل التي من الممكن أن ترد بها روسيا لم يتم ذكرها.